البطولة كلها في مجمل البطولة، يعني البطولة ديت يعني عزيزة على قلبي، يمكن هي كانت سبب من ضمن الأسباب إن أنا أكون متواجد من ضمن الكتيبة اللي حضرتك بتتكلم عليها دلوقتي، اللي هي كتيبة كان كتيبة المقاتلين زي ما بقولوا. يعني حاجة تشرفني إن أنا كنت من ضمن ال 25 لعيب اللي كانوا مسافرين غانا 2008. دي ضافت لي كتير جدا في تاريخي كأحمد شعبان. ممكن أكون ما شاركتش، بس الحمد لله بفضل الله انا يمكن كنت اول اختيار لكابتن حسن شحاته في كل المباريات. يعني الظروف ما كانتش متاحه ان انا ممكن اشارك، كان في بعض الاوقات كتير جدا ان الامور كانت بتبقى محتاجاني، بس احيانا يعني الاعلام بقى كان ساعتها يعني ممكن كانوا بيقلقوا من حته زي كده، لان برضك احنا في التوقيت دوت يمكن اللي كان بيدخل المنتخب كان اهلي، زمالك، اسماعيلي، يمكن الثلاث فرق دول، بعكس يعني دلوقتي النهارده انت بتبص النهارده بتلاقي لعيب من سموحه، بتلاقي لعيب من البنك الاهلي، بتلاقي لعيب النهارده من الاتحاد. فعاد الامور دلوقتي بقت متاحه للكل. الامور عندنا كانت ماشيه بسلاسه، ما كانش فيها اي اعاقات خالص. مع الكابتن محمود الخطيب كان في برنامج 10، كان البرنامج ده كان مذاع على قناه الحياه. فالبرنامج دوت انا يمكن كان ساعتها كنت تواجدي مع المنتخب، فالكابتن محمود الخطيب استأذن ساعتها من الجهاز الفني للمنتخب، وانا رحت طلعت من المعسكر، رحت حضرت مع كابتن محمود الخطيب الحلقه، ساعدت ان انا اكون موجود معاه في البرنامج، وحتى يمكن بعض الكواليس كمان كلمني. كان في ربط بيني وبين الكابتن حسام البدري على اساس ان انا انضم للنادي الاهلي في التوقيت ده، بس للأسف يعني ما حصلش نصيب أو الأمور ما استمرتش كتير، لأن ساعتها في التوقيت دوت كان وليد سليمان ومحمد شعبان وسيد حمدي. فكان ساعتها بقى في التوقيت دوت يمكن وليد سليمان كان ممكن يطلع سنة إعارة في حتة على أساس يجي ينضم للنادي الأهلي، حصل دور إن هو تعب شوية نفسيا. محمد شعبان برضو كان في عنده مشاكل، راح نادي الزمالك. يعني في حاجات كتير جدا كواليس، باشمهندس سامح فهمي كلمة كبيرة لما يجي يتكلم معاك بالأسلوب دوت، كان دايما يتكلم معايا في أمور كتير جدا. خلاص يا أحمد أنت لازم تبقى متواجد معانا، أنت لازم، أنت جزء من الفرقة وجزء من الكيان، فالطبيعي خلاص اوريدي ان انت خلاص بتديله الاوكي ان انت موجود. يعني اولا مفيش لعيب بيخش منتخب مصر او قائمه منتخب مصر الا لما يكون له هيبقى له دور، انت ما انتش رايح متفرج، لا بالعكس انت ليك دور ودور ايجابي، فالطبيعي ان انت دلوقتي هتشارك في اي وقت. فانا عامل حسابي وكان عندي الدافع وكان عندي الرغبه ان انا اقدر، يعني لو كان يعني ربنا كرمني وكنت خدت، كانت لا كانت الامور بالنسبه لك احمد كانت هتبقى غير، خاصة إن احنا كمان الماتشات الودية اللي أنا لعبتها كتير جدا كان يقول لك يعني في التوقيت دوت يقول لك لا ده أحمد هيجي له حتة كويسة، أحمد هيجي له حتة كويسة. في التوقيت دوت أنا كنت أتمنى إن أنا آخد وألعب وأستمر، لأن كان عندي دافع كبير جدا إن أنا أقدر أعمل حاجة لبلدي. أسامة محمد من اللعيبة كويسة جدا ومن الباكات ليفت اللي هي ممكن تتعدى على الأصابع، لأن أسامة كمان الميزة عنده كمان إن هو يمكن دون عن باكات ليفت مصر ان هو بيعمل الكروس وهو بيجري. انا فوجئت لقيت اسامه محمد بيكلمني واحنا قاعدين في الاجتماع، فبيقول لي على فكره احمد انت الوحيد اللي موجود دلوقتي في القايمه، وانا مشيت انا ووليد. قلت له اسامه ما تزعلش، قدر الله وما شاء فعل، فمالكش نصيب، احنا بنجتهد وبنحاول واللي ربنا كاتبه احنا هنشوفه. فكان اسامه من الشخصيات المحترمه جدا ووليد، وكنت اتمنى ان هم يكونوا جزء من البطوله ديت، لان هم يعني بالفعل يعني بذلوا مجهود كبير وكانوا يعني لعيبه كبار فعلا، وكنت اتمنى ان هم يعني البطوله دي كانت هتتضاف في السجلات بتاعتهم بشكل كويس جدا. لا ابدا، احنا كلنا كنا عندنا درايه بالموضوع ككل، اللعيبه كلها كان في التوقيت دوت يمكن احنا كنا قبل موضوع رفع التيشيرت والحاجات دي كلها، يمكن احنا كنا بنخرج وبندخل في كل مجاميع بتروح تقعد مع بعض 3-4 الكلام ده كله، لكن جه بعدها كده بعد ما رفع التيشيرت والحاجات ديت النزول والطلوع والخروج بقى بحساب، لان احنا دلوقتي خلاص بقى على كل اوضه من الاوض بتاعت اللعيبه في التوقيت ده كان في امن. معظم اللعب بتاع الديفندرات دلوقتي في التوقيت الحالي ده ان هو كل لعبه عرضي مش طولي، فهو دي المشكله او دي اللي بتاخر الهجمه او دي اللي بتاخر طريقه اللعب.
لكن ما عندكش الديفندر اللي يقدر يقوم بالحالتين، امتى يلعب هنا وامتى يلعب كرة لقدام. وكمان انا الحمد لله فضل الله كان عندي الميزة ان انا يمكن عندي جزء بسيط من المهارة ان انا بقدر اصوب بطريقة كويسة، فالحمد لله الناس كانت دايما تكلمني تقول لي دايما العب لقدام، ما تلعبش عرض كتير. انا كلاعب كرة انا باخد الثقة منين؟ ما هو مدربي الطبيعي. النهارده طالما انا بعتمد عليك بشكل اساسي يبقى انا النهارده عندي ثقه فيك، فلازم النهارده البني ادم مننا لو مش هيبقى عنده الشخصيه هو مش عارف يطور من نفسه. اكتر حاجه قربتني للمنتخب هو جون الزمالك، يمكن كان اول يوم العيد وفي نفس الوقت كمان كانت شوطه من نص الملعب، فدوت يمكن من افضل الاجوان اللي انا يمكن بحبها جدا. الحمد لله بفضل الله يمكن انا كانت شخصيتي يعني الحمد لله ممكن تكون طاغيه على مستوايا، فكنت بقدر أنا يعني في ناس كتير جدا يمكن بتفقد 50-60% من مستواها الحقيقي في ماتشات اهلي او زمالك، لكن انا الحمد لله كنت دايما ببقى متفوق في الحته دي بالذات لان لعبت كتير، بقى عندك شيء من الخبرات، بقى عندك شيء خلاص المواقف كلها بتتكرر قدامك، فطبيعي ان انت خلاص انت عارف ايه اللي هيحصل في التوقيت ده، مكانك حفظته خلاص، الامور بالنسبه لك بقت عاديه خالص. يمكن دي سبب من ضمن الاسباب، بس برضو عامل التوفيق من يعني كان دايما بيبقى لصالحي. بتروجيت دوت يمكن اتبنى وهو في الدرجه الثانيه، وكانت نوعيه اللعيبه اللي النادي اختارها كانت نوعيه لعيبه كويسه تقدر تلعب في دوري ممتاز من بدري. كمان انت النهارده كان معاك اسامه محمد في الدرجه الثانيه، هشام النوبي كان في الدرجه الثانيه، اعوذ بالله من كلمه انا كنت في الدرجه الثانيه، عمرو حسن كان في الدرجه الثانيه، حسين علي اللي لعب برضك في النادي الاهلي اللي هو الديفندر كان في الدرجه الثانيه، محمود عبد الحكيم كان في الدرجه الثانيه، محمد مكي اللي هو كان في حرس الحدود كان في الدرجة الثانية. كان عندنا مجموعة كبيرة جدا تقدر ان هي تلعب في الدوري الممتاز، بس هي شخصية زي ما احنا قلنا واتفقنا. وبعدين دي بتبقى وجهات نظر للراجل المدرب اللي بيبقى متعايش دايما مع الفريق. وليد يمكن كان اتكلم معايا في حاجة زي كده قبل كده، ان هو يعني هو كان يعني بيحارب نور عاوز يروح النادي الاهلي، وكان في تواصل بشكل مستمر وشكل دائم ما بينه وبين المهندس عادل القيعي في التوقيت دوت، لان المهندس عادل القيعي هو اللي كان ماسك الملف بتاع الانتقالات في التوقيت ده. فوليد يمكن الحاله النفسيه اللي ممكن يكون ضغط عليه او الحاجات دي كلها، يمكن هو كان تعب شويه نفسيا، ويمكن طلع للمهندس سامح فهفي في التوقيت دوت كذا مره على اساس ان هو يستاذنه ان هو يمشي، وكان في تفاوض جامد جدا لدرجه ان هو في التوقيت دوت طلع اعاره متهيألي في اهل جده في السعوديه، قعد متهيألي 6 شهور وجي من هناك متهيألي جه على انبي وبعد كده راح على النادي الاهلي. اي مهاجم انت بتقيمه على ايه؟ على الكور اللي جات له. انت انا النهارده عاوز اقيم مروان محسن على اي اساس ان انا هقيمه؟ عد له انت النهارده هو جات له كام فرصه؟ النهارده هو مثلا دخل ال 18 اتعمل كام كروس؟ النهارده جات له كام واحده على ما هو الطبيعي انت ما بتلعبش لوحدك في قلب الملعب، انت 11 ضد 11. الجون بيجي نتيجه اخطاء، الاخطاء ديت بتوارده ان انت النهارده ممكن ما تكونش موفق، ممكن تكون موفق، لكن هو في العموم او في المجمل لا هو لعيب كويس. وفي نفس الوقت كمان انت مش هتقدر تحس الكلام دوت الا من حد ان هو لعب جنبه وعارف امكانياته كويسه. فبالتالي النهارده ما اجي اقول لك مروان لا لعيب كويس، انا عشان لعبت جنبه عاشرته اتعاملت معاه لعبت ايه لعبت معاه، فده الطبيعي. لا هو جون موهوب، في النهارده في جون مصنوع وفي جون موهوب، وفي التوقيت اللي هو راح فيه النهارده برضو الظروف احيانا بتخدم. انت النهارده راح اتصاب اكرامي، راح اتصاب الشناوي، راح مش عارف ايه، فهوب هوب هو الراجل ركب خلاص خد الامور بدات تمشي، كل اللي جاي عليه النهارده بدا يثق فيه، هو كمان الريتم بتاعه كل مدى عمال يعلى، كل مدى عمال يطور من مستواه. الانديه الكبيره زي اهلي وزمالك واسماعيلي ما ينفعش يلعب معاهم اي حد، دي لعيب مواصفات خاصه، لازم لعيب يبقى عنده يقدر يتحمل الضغوطات. ايه الضغوطات؟ ضغوطات جمهور، ضغوطات اعلام، ضغوطات حاجات كتير جدا هتتحط فوق كتافك. فالطبيعي النهارده مش اي حد يلعب اهلي او زمالك.